السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع إيمان فتيان. الحمد لله بفضل الله، إن شاء الله هناخد مع بعض خطوات عمل العروسة بتاعتنا. طبعا اللي عرفها يكتب تحت في الكومنتات. والعروسة بتاعتنا هي ميمي الصغيرة أو الصغيرة ميمي، أيا يكن. العروسة الجميلة دي ناس كتير قوي طلبتها مني، وحبيت ان انا انفذها، وانا بصراحة كان عندي شغف من زمان ان انا انفذها، ونفذتها بطريقتي. والباترون كله خاص بيا يا جماعة، من الرجلين للجسم للشوز لللبس لكل حاجة. يعني اتمنى ان هي تعجبكم وتحبوها وتطبقوها وتنفذوها. سهلة جدا جدا، مش هتاخد معاكم اي وقت، فعليا مش هتاخد اي وقت، لان البنطلون او نصف اللبس موجود في الجسم، فاحنا اصلا هنشتغل بخيط بالجسم واللبس مع بعض، بس هنعمل الفستان بتاعها او البلوزة بتاعتها. ويلا نمينا مع بعض نتابع الخطوات. بس قبل كده، اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة، ولو عجبه الفيديو حط لايك، واللي حابب ان هو يتعلم مننا يعني ان شاء الله. دي قناتي، واتمنى ان انتم تشتركوا فيها. ويلا مع بعض نبدأ اول جزء من اجزاء الصغيرة ميمي او ميمي الصغيرة. هيا بنا، بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الادوات اللي هنستخدمها في الصغيرة ميمي الصغيرة هي الالوان دي، اللون الابيض واللون لون البشرة هو اللون ده، كم 382، وكمان اللون الاصفر ده الدرجة اللي انا هستخدمها، وفي كمان درجة افتح بس دي اللي انا هستخدمها اللي هي 216، وكمان لون احمر ده متوفر عندي، يا رب ان شاء الله يكمل العروس على الخير. وده لون الشعر بتاعي، هو ده اللون المتاح عندي فقلت هستخدمه في الشعر. وكمان هستخدم ابرة مقاس 1.5، مش عارفة هنا مش واضحة عشان مش مكتوب، يعني من كتر المسكة مش واضح البتاع الكلام. وهحتاج سلك علشان احطه في الرجل وفي الايد بتاعي. وبسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا هنحتاج فايبر علشان الحشو. ويلا بسم الله نبدأ في اول جزئية، وهي القدم بتاعة العروسة بتاعتنا. هجيب اللون بتاعي بتاع القدم بتاعي، الشوز بتاع العروسة بتاعتنا، وهبدأ اشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، تمام 6 سلاسل. بعد كده هشتغل 4 حشو في الدور الاول، 1 2 3 4، وهيتبقى عندنا غرزة اخيرة اللي هي الغرزة الخامسة دي، هشتغل فيها 4 حشو في نفس الغرزة، 1 2 3 4. كده لسه الدور عندي مكملش، هيكمل لما نيجي لنهاية هنا. بعد كده هشتغل 3 غرزة حشو، 1 2 3، عملت 3 غرزة حشو. بعد كده هشتغل في الغرزة الأخيرة 4 غرزة حشو في نفس الغرزة، 1 2 3، وهشتغل 4، واحط العلامة بتاعتي. الدور ده كده اول دور في القدم بتاعتي خلص، على اول دور انتهى معانا على 15 غرزة حشو. بعد كده الدور اللي بعده هنشتغل 4 غرزة حشو، 1 2، انا عملت واحدة قبل كده، 1 2 3 و4. وبعد كده هشتغل في
الاربع غرز اللي عملتهم في نفس الغرزة هشتغل فيهم 4 تزايد. اول واحدة اشتغل فيها تزايد، والغرزة التانية تزايد، والتالتة تزايد. تزايد يعني غرزتين في نفس الغرزة، والرابعة تزايد. تمام. بعد كده هشتغل 4 حشو، 1 2 3 4، واشتغل بعدها كده 3 تزايد. اول تزايد، ثاني تزايد، ثالث تزايد، والدور كده هينتهي معايا على 22 غرزة حشو. تمام. الادوار اللي بعدها اللي هي الدور الثالث والرابع والخامس، 3 ادوار، الثالث والرابع والخامس 3 ادوار، هنعملهم ادوار ثابته على 22 غرزة. يعني هنعمل حشو فقط، غرز حشو فقط. تمام. حشو على 22 غرزة في كل دور من الـ3 ادوار. هكملها انا وارجع لكم في الخطوات اللي بعد كده. كده بعد ما عملت 3 ادوار ثبات على 22 غرزة، هبدأ بعد كده دور التناقص بتاعي. هنشتغل اول حاجة 2 غرزة حشو، 1 2، بعد كده هنشتغل معلش الدور ده هنشتغل اول حاجة 3 غرزة حشو، 3 غرز حشو، بعد كده هنشتغل 5 تناقصات. اول تناقص، تناقص يعني غرزتين في نفس الغرزة، 1 2 2 3 4. بعد كده هشتغل 9 حشو، 9 غرز حشو في الدور ده، وينتهي معانا الدور على 17 غرزة حشو. 3 4 5 6 7 8، وبعد كده 9. بعد كده الدور اللي بعده هنشتغل 2 حشو، 1 2، بعدها هنشتغل تناقص، 1 تناقص، 1 تناقص، بعد كده تناقص، 1 تناقص ثلاثي، يعني تناقص وبعد كده تناقص ثلاثي، يعني 3 غرز في نفس الغرزة، 1 2 اهو، 3، نطلع كلهم بغرزة واحدة، وده هو التناقص الثلاثي. بعد كده اشتغل تناقص 1، تناقص عادي، وبعد كده اشتغل 8 غرز حشو في الدور اللي هو ده الدور السابع. اشتغل بعدها 8 غرزة حشو. كده بعد ما خلص الدور معايا خلص على 13 غرزة. بعد كده اجيب السلك بتاعي واتنيه كده
علشان ادخله في الرجل بتاعتي. تمام، تنبني حلو علشان ما يعورنيش كده، واجيب الرجل بتاعتي وادخلها فيه اهو بالشكل ده. و اشتغل بعد كده كام دور، بعد كده احشي الرجل، او ممكن تحشوها دلوقتي من جوه كده شويه. بسم الله، احشي الرجل من جوه شويه كده. بالشكل ده هكمل حشو طبعا مع هعمل كام دور الاول ثبات بنفس اللون الاحمر ده، هشتغل 3 ادوار ثبات. هشتغل 3 ادوار، 3 ادوار ثبات على 13 غرزة. تمام، مع الحشو يا جماعة. تمام، هشتغل 3 ادوار ثابتة وارجع لكم ان شاء الله في الادوار اللي بعد كده. بعد ما خلصت الرجل بتاعتي بالشكل ده، هجيب 3 ادوار ثبات عملتهم، اجي اشتغل بعد كده بلون البشرة. تمام، هشتغل بلون البشرة وهشتغل في الغرزة الخلفية. تمام، ده في اول دور علشان يبان ان الرجل الشوز بره الرجل، يعني مش ملازق فيها. تمام، وكده كده بعد ما بنخلص بوريكم طريقة لتفنيشها كده بالشكل ده علشان تبان كأنها ملبوسة في الرجل. هشتغل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ادخل في الغرزة واطلع اشد اسحب الخيط بتاع اللون الاحمر واللون بتاع البشرة. تمام، واشتغل 13 دور، 13 حشو في الغرزة الخلفية كده. تمام، هشتغل ادوار ثابتة على 13 غرزة حشو، بس في اول الدور ده هنعمله بس في الغرزة الخلفية. تمام، بالشكل ده كده، يا رب يكون واضح. في الغرزة الخلفية كده، كده خلصت اول دور. هشتغل بعد كده 6 ادوار ثبات برضو على 13 غرزة، نشتغلها كده مع بعض ونرجع لكم بإذن الله بعد ما أكون خلصت 6 أدوار الباقية. تمام، كده بعد ما خلصت 7 أدوار هجيب بقى اللون الأبيض بتاعي وأعمل نفس الحركة اللي عملتها في تغيير اللون في البشرة. تمام، وهشتغل بالشكل ده. هجيب اللون الابيض وهشتغل في الغرزة نفسها كده.
هنا هشتغل برضو على 13 غرزة دورين ثبات باللون الأبيض، دورين ثبات باللون الأبيض على 13 غرزة. ما ننساش نحشي الرجل بتاعتنا واحنا شغالين. تمام، هكمل الأبيض ده وارجع لكم. انا كده اهو بعد ما خلصت الادوار بتاعتي، طبعا انا قلت لكم هنعمل دورين باللون الابيض، انا عملت دور وعملت تاني دور لغاية عملت تاني دور 1 2 3 4 5 6 7، عملت 7 غرز حشو في الدور التاني علشان لسه هوصل الرجلين ببعض. كده اهو الرجلين بتاعتي، هقول لكم بقى ازاي نعمل التفاصيل دي والتفاصيل اللي في الشوز بتاعنا. اول حاجة هجيب اللون الاحمر بتاعي وهاجي كده، طبعا المفروض نشيل العلامة بتاعتنا. هندخل في الغرزة الخلفية، لا الغرزة الأمامية اللي احنا عاملينها في الشغل بتاعنا، وهنشتغل في كل واحدة كده منزلقة. تمام، منزلقة بالشكل ده. طبعا الخيط ده هنسحبه جوه، الزيادة ده هنسحبه جوه الشوز بتاعنا زي ما انتوا شايفين في الغرزة الأمامية من الشوز، هطلع بالمنزلقة. تمام، في الغرزة الأمامية اطلع بمنزلقة، في الغرزة الأمامية اطلع بمنزلقة، وهكذا لغاية ما اخلص الدور بتاعي. كده واسحب اطلع بمنزلقة زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين. بصوا بيبقى كأنه بره الشوز لوحده والرجل لوحدها. كده هو بعد ما خلصت الشوز بتاعي زي ما انتوا شايفين من بره، هبدأ بقى اشتغل على الرجل من فوق كده بالابيض. بس هعمل ايه؟ اول حاجة هشتغل غرزة، هاجي كده من الجنب وابدأ ادخل ما بين السطرين. تمام، وابدأ اشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده لغاية بسم الله منزلقة. منزلقة في كل غرزة لغاية ما اجي اخر نهاية الدور، وهنشتغل بقى الزركشة اللي على البنطلون، كملها دي وارجع. انا هنا هو كده بعد ما خلصت المنزلقة بتاعتي حوالين الشغل بتاعي، مش هبدأ اشتغل بنفس الطريقة كده، لا هلف الشغل كده علشان يبقى عندي الغرزة مظبوطة عندي زي كده، تبقى الغرزة مظبوطة عندي بالشكل ده. تمام، سواء عملتوها كده او كده مش هتبان قوي يعني، بس اهو المهم هبدأ اخد اعمل سلسلة كده
وابدأ اشتغل في اول غرزة عملناها. بسم الله. كده واشتغل نصف عمود، ثلاثة نصف عمود في نفس الغرزة. تمام بالشكل ده. وبعد كده اعمل منزلقة في الغرزة اللي بعدها واشتغل بعد كده الغرزة اللي بعدها اشتغل فيها ثلاثة غرزة نصف عمود. تمام. وبعد كده هشتغل منزلقة بعد كده نصف عمود، ثلاثة نصف عمود في نفس الغرزة وبعدها منزلقة. وبعديها ثلاثة نصف عمود لغاية بقى ما نكمل الأدوار بتاع الدور بتاعنا ده، ونشتغل بعد كده على الجسم بتاعنا من فوق. بسم الله. تمام. يا رب تكون واضحة عندكم. اهي منزلقة بعد كده ثلاثة بعد كده ثلاثة نصف عمود كده يكون الرجل بتاعتنا اهي جهزت. يا رب تكون سهلة وبسيطة بالنسبة لكم، ما تاخدش منكم اي وقت. ويلا ننتقل ونشوف طريقة الايد بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة الايد بتاعتنا تبقى سهلة وبسيطة ان شاء الله. هي الايد بتاعتنا دي. تمام. زي ما قلت لكم دي الايد بتاعتي بالشكل ده اهي. طبعا انا عاملها من قبل ما اكمل الجسم. ولو احتجت ادوار زيادة، فلو انا محتاجة ان انا ازود ادوار بعد كده هشوف، بس انا بالتقارب كده ببدأ اعملها في الاول خالص قبل ما اعمل الجسم والكلام ده. تمام. خطوات الايد بتاعتنا سهلة وبسيطة قوي. اول حاجة نبدأ ب دايرة سحرية جواها ست غرز حشو. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. واشد الخيط واحط العلامة بتاعتي. وتاني دور بقى هنعمل تزايد. اول غرزة اعمل فيها تزايد. تزايد يعني غرزتين في نفس الغرزة، غرزتين حشو في نفس الغرزة. تزايد بعدين حشو بعدين تزايد بعدين حشو. وبعد كده تزايد حشو. طبعا تكرار ثلاث مرات كده اهو، وهيطلع لنا نتيجة تسعة غرزة حشو في الدور ده. تمام. هبدأ اشتغل بعد كده ثلاث ادوار ثبات على تسعة غرزة حشو. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة. واشتغل كمان دورين على تسعة غرزة حشو. كده انا خلصت الثلاث ادوار ثبات. هبدأ بعد كده اول حاجة هشتغل تناقص ثلاثي، واحد تناقص ثلاثي. تمام. بعد كده هشتغل ست غرز حشو. واحد اثنين ثلاثة اربعة
خمسة ستة، يبقى الدور ده على 7 غرز حشو. بعد كده هنشتغل ادوار ثابتة، يعني هنشتغل 9 ادوار ثبات على 7 غرز حشو. 9 ادوار، 1 2 3 4 5 6 و7. هشتغل بعد كده 8 ادوار بنفس الطريقة، يعني توتال اللي اسمه ايه الايد عندنا هيبقى التزايد الادوار الثبات على 9 ادوار ثبات. فهنكملها ونرجع مع بعض ان شاء الله في بقية الاجزاء بتاعت العروسة بتاعتنا. وطبعا انا لو زودت على الايد او نقصت هقول لكم. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم.